احنا الحمد لله يعني شفنا كل شيء، بس اطفال ما يتحملوا ضرب وقصف هوانات وصواريخ ما يتحملون. يعني احنا معاناه، وخلص عندنا المواد وماكو عندنا لا اكل ولا ماي ولا كهرب، فما عندنا شيء نخاف عليه، ما في عندنا شيء نخاف عليه، فاضطرينا نرحل. تعالوا نسلم الناس اللي انت بتصحى. اكبر كبيره رجل كبيره.